بروح انا على الربع الثاني ناقص الربع الاول بالنسبه للاكونتس بيبل. طبعا هذه اللي بقدر انسخها، بعمل لصق الان نفس الكلام بس المره هذه للانكم تاكس بيبل، فحروح على الكومباريتيف يعني حروح على الربع الاول ناقص 2010، فبروح على الايش على ميزانيه 2010، وبعد كده بدنا نجيب الفرق ما بين الربع الثاني ناقص الربع الاول، وبعد كده نعمل نسخ ونعمل نسخ. الان نقدر نجمع الان يساوي هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا. طبعا مبين انه احنا حساباتنا صحيحه، فبنيجي بنعمل كده ونعمل لصق. طبعا كله بسكر معنا. تعال نخلص الجزء الفوقاني. الجزء الفوقاني طبعا هنا الانكم اللي خاص بعام 2011 كاجمالي بنعمل نسخ له، نعمل نسخ هذا عن السنه كلها اللي هو مجموعه دولة. والاستهلاك ممكن نعمل نسخ على اساس نجيب مجموع الاستهلاك عن السنه كلها اللي هو مجموعه دولة. الآن بضل عندنا المقارنة بين البيز بيريود والكومباريتيف بيريود ما بين عام 2010 و 2011. طبعا هنا بنساوي وبنروح على البروبلم، لقيت مقارنة بين السنة كلها لعام 2011 مع 2010. طبعا احنا هنا بنتكلم على ريسيفابلز لو هذا طبعا ناقص الإجمالي لعام 2011 اللي هو اجمالي الريسيفبلز في عام 2011، هيكون في عندي الرقم هذا. طبعا نيجي هنا نتكلم لعام للانفنتوريز، بنروح انفنتوريز طبعا بيز بيريود، بنروح نجيب من البروبلم اجمالي الانفنتوريز هنا ناقص اجمالي عام 2011. بدي اجي هنا واجي هنا اجمالي 2011 للانفنتوري. طبعا في دمج هنا بنشيل الدمج وبنعمل كده. الان ضل عندنا الكومباريتيف مع البيز بيريود بالنسبه للاكونتس بيبل، فكنا حنقول يساوي وعن الاكونتس بيبل زي ما انتم شايفين بقول هنا يساوي. هنا بنتكلم على comparative يعني لازم اروح على عام 2011 في الاول، 2011 في الاول اللي هو هذا. ناقص اللي هو يفترض البروبلم اللي هو البيز بيريود اللي هو هذا، وهنا نفس الكلام يساوي. طبعا comparative بنروح على comparative اللي هو يفترض في التيبلز اللي هو هذا ناقص البروبلم اللي هو هذا. طبعا لو جينا عملنا نسخ هنا ونسق المفروض كده هيك بسكر معنا. تعال نشوف الان القسم الثاني اللي هو التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية. طبعا بتكلم على مشتريات اصول راسماليه، هذه موجوده في جدول 12 عشان كده حقول يساوي ناقص ايش المشتريات اللي عندنا. جدول 12 اللي هي المفروض في عندنا اللي هو كابيتال اكسبندشرز بادجت، فحختار انه في عندي مشتريات اصول راسماليه لو هذا الرقم. طبعا بقول يساوي، طبعا حطيت ناقص لانه هذه اوت فلوز، وباجي بعمل لصق زي ما انتم عارفين هنا. وطبعا هذا بيساوي مجموعهم، او ممكن ننسخ الخلية اللي هي بجيب لنا المجموع اللي في الجدول هناك. وبضل عنا نجيب اللي هي شراء بيع استثمارات مالية، وهذه بيكون انه احنا نجيبها من جدول 15 او من الكاش بادجت. يساوي طبعا مش ضروري نحط اشارة سالبة ها، لانه هي حتبين هناك اذا كانها اوت فلوز او ان فلوز، اللي هي عبارة عن سيلينج سيكيورتيز ولا بيرشيس سيكيورتيز. طبعا هنا مبين انه في عندي شراء، عشان كده بس كنت هحط هنا دي 80 81، واجي اعمل كده نسخ واعمل لصق هنا. طبعا بعد كده بنجمع
يساوي هذا زائد هذا. طبعا مبين انه عندي هيك المجموع مظبوط. نعمل لصق الان وهذا القسم بيكون خلص. تعال نشوف القسم الثالث.